بسم الله الرحمن الرحيم. هل يقال ما إيانا رمضان إيانا نا أم شهر رمضان؟ رمضان دبك إيانا نا رمضان ألسا شهر رمضان إيانا. ذهب الجمهور من أهل العلم علماء كامن قمري قده إلى جواز إطلاق رمضان دبك رمضان إيانا ما دعته دون التقييد بشهر شهر أرحوانا مها رمضان إيانا ما دعتها. واستدلوا تمر دليله أي بلكه قديمي كينك دليل محاي بقوله صلى الله عليه وسلم يلي فرموتي مرحول قديم من صام رمضان إي نبي عليه من صام رمضان سوميه النمو من صام شهر رمضان مرحنا من صام رمضان رمضان سوميه النمو إيمانا يلا لي منه واحتسابا يلي كاله مريقاي أبتهن سومت قلتو يلي هارق الاندحي سوميه النمو غفر له يلي كاحبه ما تقدم من ذنبه كاي ذنبك والريت مي وهو كدمال هو سومك دمال لكسقه يلي كاحبها. وقوله صلى الله عليه وسلم غير ما رحي اللي فرموتي من صام رمضان رمضان سصومه النوم إيه كاد شهر ما رحينه ثم أتبعه ستة من شوال توه قمدور رمضان قمدلا فترة لسه لحيرو ستة إيانا تو فترة لسه لحيرو كتسي النمو كان كصيام الدهرين كي أن سنة طبعا كينا مرس صوميه مدعا لأن الحشر بعشر أمثالها كيني مثبتها توه كهتكي. وقوله صلى الله عليه وسلم غير مدحول يلي فرموتي مي اذا جاء رمضان رمضان السي رمضان يميتك اتككي رمضان السمر حنا رمضان يميتك اتككي فتحت فكنتها ابواب الجنه جنه تتها الباب تنكف فكنت واغلقت ابواب النار غيرها الباب تنكه الفنت وصفدت الشياطين تسلسل يعني يلي شياطينكي مرضت الشياطين ينهي الشياطين يديه ينلسا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا أمهت يبتهتنا حديثتي أباب المنقوه. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بخاري كتابك بابه عنوانه في المهيمي على الجواز جواز يانما جائزي باب عنها رمضان يانما دعتها يانما هي إسي كتابا. وكذا النسائي ورجحه النووي وغيره من أهل العلم أما مرحو إيسي سيني. وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية إمام مالك مذهب لايا كراهتك كسيسين وكذا عن ابن الباقلاني وأكثر الشافعية شافعيك من قمر كادوته كسيسين كراهت ليه يندمك رمضانيا إلا أن هؤلاء قيدوا الكراهة أمري كراهة أروه الدهيمي بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرف إلى الشهر شهر إيانا مي أتدكبتم أنوي تكاتك. أما إذا وجدت قرينتي ألسى يانا متدكبتتنكي فلا يكره عندهم كين قريلي كراهت ملي معناه اللي تمدك متنكي كراهت ملي لكن مدك واك رمضان دوك يانا مايا كراهت لي ينمري. وعمدتهم في ذلك أي بكه ينهي لك لتانا مايا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يلي فرمت قدوسك يما النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول مرحنا جاء رمضان رمضان يميت مرحنا فإن رمضان اسم الله رمضان يانا مايا اللي مقاعي ولكن قولوا اندحى جاء شهر رمضان رمضان السيميت اندحى إي لكن الراجحي راجحي اكتنميين هرسي مرحوه دوكو رمضان يانا اندعتها.